واحد من ساد سجن بيقول لماذا نصوم الاربعاء والجمعة وعلى اي شيء يدل هذا الصيام ولماذا لا نأكل اللحوم في الصيام؟ يبقى الصيام منين يبقى؟ بنصوم الاربع متذكرين التآمر على السيد المسيح، فمش معقول في اليوم اللي نتذكر فيه التآمر على السيد المسيح نتمتع بالأكل، ويوم الجمعة بنتذكر صلبه، فمش معقول في وقت ألام المسيح نقوم بنتمتع بالأكل. لماذا لا نأكل اللحوم في الصيام؟ في الكتاب اللي انا كتبته لكم عن روحانية الصوم فيه باب طويل عن الطعام النباتي، واول ما ربنا خلق الانسان خلقه بالطعام النباتي، فقال له ياكل من الثمار بتاعة الارض، وحتى لما اخطأ اضاف اليه عشب الارض، وفضل العالم نباتي لغاية نوح. بعد ما راس فلك نوح في تكوين الصح 9 صرح لهم بأكل اللحوم، كانت حياة الناس بدأت تفسد لدرجة استهلوا فكيت الطوفان.